من لم يذهب إلى الحج يتشبه بالحج. بمعنى؟ بمعنى أننا في العشر الأوائل من ذي الحجة الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلينا، إذا كان أخوك قد تلبس بالإحرام وذهب إلى بيت الله الحرام في انقياد وامتثال وطاعة قلبية، القلب انقاد فيها فقاد القلب الجوارح، فالجوارح ممتثلة لهذا القلب الذي تحرك ويحرك معه البدن إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنت أيها الإنسان المسلم الذي لم تذهب إلى حج بيت الله الحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أنت ستقدم أضحية في عيد الأضحى المبارك، فصلي لربك وانحر. جميل. من الآن تشبه على سبيل الاستحباب، فلا تأخذ شعرا ولا تأخذ أظافر، كأنك في العشر دول، في العشر الأوائل، يعني مع بداية ذي الحجة. من كان قد قدم أضحية، من كان نوى أن يذبح في يوم العيد اللي هيذبح يستحب له من السنة المحببة، المحببة التي تعطينا رمزية عظيم، لا يقص أظافر ولا شعر، كأننا وحدة واحدة. مظبوط. وكأنه في الحرم، وكأنه في الحج، كأنني وأخي الذي ذهب الحج نحن نشاركك في جميل. هذا جميل. ونتشبه بك ونريد أن ننقاد نحن أيضا، ونريد أن نستسلم نحن أيضا كما استسلمت أنت لأمر الله سبحانه جميل. وتعالى في العشر الأوائل من ذي الحجة مقدمة مهمة للإنسان المسلم يعمل فيها جملة من الطاعات. تفضل. أولا في حرص شديد جدا على التعاطي مع الرحم، مع القرابات، مع أخذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية التي نتخذها نحن دائما والتي أمرت بها الدولة المصرية حفاظا على أنفسنا. فهناك موازنة ما بين هذا الحرص القلبي في التواصل مع ذوي الرحم، مع القرابات، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فهو أمرنا بصلة الرحم، والرحم اسم مشتق من أسمائه سبحانه وتعالى، من وصل الرحم وصله الله تعالى، ومن قطعها قطعه الله تعالى. فنصلها بالأساليب المختلفة من السؤال ومن الزيارة التي نحتاط، والمساعدة، والمساعدة المالية وبكل أوجه إحداث قربة. بنسميها اختصارا الطبطبة. طبطب على الناس يعني، مفيش مانع. طبطب على هذا لفظ لطيف، لفظ مصري جميل. لطيف جميل. بنطبطب بالفعل على عظيم. أقاربي لكن أولى الناس بالطبطبة هو الوالد والوالدة. أيوة. ولذلك في هذه الأيام أولادنا وشبابنا وبناتنا يشوفوا الأب والأم، القيمة العليا، الاحتضان هنا، احتضان معنوي واحتضان مادي، نظرة، وعند احنا في برنامج نظرة نظرة إلى الوالدين. هسأل سؤال يا فندم، هل يجوز للابن هنا أنه يجيب أضحية للأب يضحي بها؟ لا يوجد مانع اطلاقا للنيابه لا يعني اقصد ان الوالد هنا عايز يضحي، بس انا اللي هجيب له الاضحيه. يجوز للوالد يجيب اضحيه لولده، ويجوز للولد يجيب اضحيه لابوه. ده اللي انا اقصده، في سعه كبيره جدا. ده اللي انا اقصده، عشان في نوع من التعاون والتشارك. التكليف الشرعي لم يلزم احدا ان ينفق من جيبه. ايوه. الأصل أنا أنفق من جيبي، لكن واحد تطوع وقال لي والله أن أضحيتك هدية من لك تمنها 3000 جنيه مثلا، 3000 جنيه يا ولد هم تخدهم، أو 3000 يا ولدي خدهم ونضحي، أو حنشتري لك، أو حنشتري لك صك، أو ما شابه ذلك. هذا كله في حيز التراحم والتواد والتكاتف والتعاون. بس أنا بقول لسيادتك ليه وبستأنس برأي سيادتك ليه، لأن هيبقى جزء من الهدية اللطيفة المقبولة جدا أنت تجيب لوالدك الأضحية، طالما ربنا عندك موسع عليك هات له أضحية وخليه. هذا شيء طيب. الحقيقة
فإذا قضية الرحم نحن نريد أن نركز عليها، قضية القرابات جميل أن نركز عليها في هذه